بإذن الله النهارده هنتكلم على موضوعين مهمين جدا في الفيديو ده في سبيشال سيلز. البدايه الموضوع الاول هنتكلم عن الايرس، والموضوع الثاني هنتكلم عن مشاكل النظر، قصر النظر، طول النظر، استجماتيزم، والعناوين الكتيره اللي سمعنا عنها زمان. اول عنوان عندنا هو الايرس. طبعا احنا عارفين ان الايرس هو البيجمنتد ستراكشر اللي في العين، الجزء اللي فيه ميلانين بيجمنت هو اللي بيلون لون عينيك، لون بني، عسلي، اسود، ايا كان. يبقى ده البدايه بيجمنتد وفيها ميلانين. دايما الايرس بيبقى بيرفوريتد في النص، فتحه ضيقه اسمها بيوبل. والايرس بيتكون من نوعين من الماسلز، بيوبيلو كونستريكتور اند بيوبيلو دايليتور ماسل. طبعا انا يهمني الفانكشن اوف ايرس بشكل اساسي، فلو جينا بصينا على البورد هنتخيل ان الخطين دول هما الايرس بتوعي، ودايما الايرس بيبقى وراه لينس، ادي اللينس عاملها باللون الازرق، وفي الفتحه اللي في النص هي البيوبل. اول اهميه للايرس انه بيقلل كميه الضوء اللي هتوصل ورا عند الراتنا، زي ما رسمنا الاي بول في اول فيديو. انا مش عايز الراتنا يوصل لها كميه ضوء كتيره ممكن تلتهب او تحترق. الراتنا فيها بيجمنت لاير او فيها فيلم حساس زي الكاميرا، انا مش عايز ابوظ الفيلم ده بتاع الرؤيه. يبقى اول حاجه انا بحمي الراتنا. طيب في اهميه ثانيه نركز عليها، الايرس ده لما يجوا الاثنين دول يقربوا من بعض يخلوا اللايت ريز وهعملها باللون الاحمر، اخليها تخبط في السنتر اوف ذا لينس. انا عايز الاشعه تبقى مركزه على مركز العدسه، انا عايز اقلل المكان اللي تدخل منه اللايت ريز. ايه السبب في كده؟ السنتر بتاع اللينس اقوى من الاطراف اللي هم البيريفري اللي حاطط عليهم دوائر حمراء. دايما انت عايز تعمل فوكس، واحنا عارفين سنتر اوف لينس قدرته على الريفراكتيف باور اعلى. طب يا دكتور انت ليه مش عايز تستخدم اطراف العدسه؟ قلناها في الفيديو اللي فات بتاع النير فيجن. يا جماعه اطراف العدسه هيعملوا لك مشكلتين انت عايز تتجنبهم. المشكله الاولى ان اطراف العدسه لو هنا وقع، لو انا وسعت الايرس هتلاقوا اللايت ريز جايه بارلل كده، تيجي عند الجزء ده فتعمل لي نقطه، تعمل لي فوكس، وتيجي عند السنتر تعمل لي فوكس، وتيجي عند البريفري اللي فوق وتعمل لي فوكس. انا مش عايز ثلاثة فوكال بوينتس، مش عايز اشوف الحاجة الواحدة بثلاث اشياء مش عايزها. يبقى انا عايز اتجنب البريفري، عايز اتجنب السفيريكال ابيريشنز، قلناها قبل كده وافكرك بيها. كلمة ابيريشن يعني ابنورماليتي، عايز اتجنب اي مشاكل في السفير. طب دكتور يعني ايه سفير؟ سفير معناها محيط، اي محيط في الدنيا بيبقى له شكل معين زي البريفري. الشكل ده او الكيرفيتشر ده هيعمل لي فوكس، هيعمل لي نقطه، والسنتر نقطه، والبريفري نقطه تجمع الاشعه. انا عايز وان فوكس. يبقى اول حاجه افويد سفيريكال ابريشنز. النقطة الثانية، دكاترة الفيزياء قالوا إن البريفري بتاعنا هيبقى عامل زي البريزم المنشور الزجاجي، خدناه زمان في المدرسة. أول ما يجي ضوء أبيض يخبط فيه هيتحلل لألوان الطيف السبعة. يعني معنى الكلام أنا مش عايز أشوف الحاجة ملونة بسبع ألوان، عايز أشوفها عادي زي ما هي. يبقى انت بتتجنب كروماتيك ابريشنز. كلمه كروماتيك يعني لون، مش عايز اشوف الحاجه بسبع الوان طيف.
ابدا. كل الكلام ده تتجنبه ازاي؟ لو انت ضيقت الايرس، قربت الاثنين ايرس من بعض زي الستاره لما تضمهم على بعض، يبقى قللت المكان اللي هيقع فيه الضوء. يبقى انا عرفت كده ايرس بيحمي الريتنا، افويد سفيريكال ابريشنز اند كروماتيك ابريشنز. في فايده كمان لازم تتعرف وتعالوا ارسمها هنا. ده الايرس بتاعي وادي اللينس، وهاجي باللون الازرق وهعمل لك ادي اوبجكت كده اسمه نير اوبجكت. نتخيل بتشوف حاجه قريبه على بعد 10 سم، حاجه قريبه. يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج اللينس تغير من شكلها. الفيديو اللي فات قلت ان اللينس فيها الاستيسيتي عاليه بتخليها سفيريكال، تخليها بتتكور. فانا عايز اللينس تبقى مور كونفكس كده، عايز اللينس تبقى عامله زي الكوره. طب ايه الفكره؟ عشان اللينس تبقى عامله زي الكوره يبقى لازم تعمل انت ايه في الايرس ده؟ تقرب الاثنين ايرس من بعض. طب انا استفدت ايه؟ لما تقرب الاثنين ايرس دخلت اللايت ريز مركزه في النص، هعملها هنا عشان تبان. ادي الاوبجكت اهو، هخلي اللايت ريز تبقى داخله مركزه على السنتر اوف ذا لينس، على المركز. طب كل ما تبقى داخله مركزه يبقى انا من مصلحتي ان انا اضيق الايرس، وده اللي حصل. كل ما تبص على حاجه قريبه ضيق الايرس، تخلي اللايت ريز مجبره تدخل على السنتر وتعمل لك فوكس واحده على الحته دي على الرتنا، تعمل لك فوكس في احلى مكان تشوف فيه، فوفيا سنترالز. واتفقنا نير اوبجكت على بعد 10 سم. طب دكتور عرف لي النير بوينت. نير بوينت معناها ايه؟ معناها اوبجكت اقدر اشوفه باستخدام الاكوموديشن. انا عايز اللينس تغير من شكلها. وعرفنا الفيديو اللي فات الاكوموديشن او النير فيجن انا محتاج ثلاث حاجات. واحد، اللينس تبقى مور كونفكس تغير من شكلها. عايز البيوبل تبقى كونستريكت، عايز كونفرجنس للميديال ريكتاي، اثنين ميديال ريكتاي يشتغلوا والعينين الاثنين تدخل لجوه. ده تعريف النير بوينت. وطالما انت عايز اكوموديشن يعني انت عايز اللينس تغير من شكلها، يبقى لابد تضيق الايرس. طب تيجي نقول العكس بقى، نعملها باللون الاحمر. جبت اوبجكت بعيد، قلم بعيد، اي حاجه ببص عليها من بعيد، الحاجه اللي من بعيد هل انت محتاج اللينس تعمل اكوموديشن؟ تقول لي لا، الفار فيجن زي في سنه اولى انا بستخدم سيمباثيتك. والسيمباثيتك بيعمل ايه؟ بيشتغل على البيوبيلو دايليتور ماسل، فمش محتاج ان اللينس تغير من شكلها. انا عينيا مرتاحه مش مشدوده وانا ببص على حاجه بعيد، يبقى لازم الايرس يعمل ايه في الحاله دي؟ يوسع. يبقى مع الفار اوبجكت يو دونت نيد اكوموديشن. يبقى معنى كده الايرس هيوسع ويدخل ضوء من بعيد وضوء كتير. دكتور ايه علاقه اللي انت بتقوله نير اوبجكت وفار اوبجكت بموضوع الايرس؟ قالوا اصل الايرس هنا يتحكم في الدبس اوف فوكس. ومعنى كلمه دبس اوف فوكس يعني ايه؟ زي كاميرا الفيديو بالظبط، لما تيجي تصور واحد قريب منك بتعمل زوم، يختلف لما تصور واحد من بعيد. اشتغلت الايرس زي كاميرا الفيديو بالظبط، بس في اختلاف بين الايرس اللي في عينينا والكاميرا. الايرس بتخليك تنقل نظر من فار اوبجكت الى نير اوبجكت ويزاوت بليرنج اوف ايمج.
انا مش عايز الصوره تبقى مهزوزه، انا داخل من فار منير ده من احسن من اي كاميرا فيديو. عشان كده تعريف الدبس اوف فوكس هو الدبس الرؤيه اللي اقدر اشوف بيه اوبجكت من غير بلير. الصوره عندك مش مزغلله، مش مهزوزه، صوره واضحه وجميله. عشان كده بنعتبر الايرس عامله زي الكاميرا بالظبط. يبقى كده قلنا يتحكم في الراتنا انه بيحميها، بيقلل كميه الضوء، يمنع حاجتين سفيريكال اند كروماتيك ابريشن ودبس اوف فوكس يتحكم فيه. الكلام ده في منتهى الاهميه. العنوان الثاني اللي هنتكلم عليه النهارده بعد ما خلصنا الايرس هو اسمه ايرورز اوف ريفراكشن، مشاكل انكسار الاشعه. الموضوع ده علشان تفهمه لازم الاول افكرك بالنورمال ريفراكشن. اول فيديو خالص قلنا يا جماعه اللايت ريز قدامنا كذا حاجه للتعامل معاها، يا اما نمتصها يا اما تنكسر الاشعه لو خبطت في الاطراف، او الاشعه ما تنكسرش لو مشيت في مركز العدسه. دايما لما بتمشي اللايت ريز ان هوريزونتال لاين على فكره ما بتنكسرش وبتكمل. افكره ادي اللينس بتاعي وده لايت ريز اهي جايه من بعيد. فين الاشعه اللي ما بتنكسرش؟ اللي بتمر في السنتر اوف ذا لينس. قلنا دي نيفر ريفراكت، ما بيحصلهاش حاجه. طب اللي بتخبط في الاطراف دي بتعمل ايه؟ بتتجمع هنا عند الريتن، عندنا فوكس واحد. انا من مصلحتي اي لايت ريز، وادي الاي بول، عايز اللايت ريز جايه بارلل وعايزها تتجمع عند الريتن. قبل ما ادخل في الموضوع عايز افكركم بكلام قلته زمان. انا قلت اني الكورنيا هي ريفراكتيف اندكس، الكورنيا اول سطح بتقابله لايت ريز، ثم الايكوس هيومر، فاكرين الفلويد اللي وراه، ثم اللينس. وقلنا هنعتبر الثلاثه دول كورنيا وايكوس ولينس سطح انكسار واحد للاشعه. الكلام ده انت قلته زمان، ايه فائدته النهارده؟ هقول لك لو الكورنيا باظت يحصل ايه؟ ولو الايكوس هيومر عندك باظ طب يبقى ايه؟ ولو اللينس اتزحزحت من مكانها او قوتها كريفراكشن زادت هيحصل ايه؟ دي نظريه الاحتمالات اللي ليها علاقه بالفكره. عرفنا النير بوينت وعرفنا الفار بوينت وكله تمام، وده النورمال اي. نورمال اي دكاتره الرمد قالوا هنسميه اسم تاني، ايني تروبيك. ايني يعني نورمال باللغه اللاتينيه. دي اول حاجه احنا عارفينها، مفيش اي جديد. طيب ايه الجديد بقى؟ ندخل على الايرورز او المشاكل. اول مشكله بتقابلك مايوبيا، ودي اللي الناس عارفينها بكلمه قصر النظر. تعالوا بقى نرسم الرسمه ونشوف اللي حصل ايه. بص انا هرسم رسمه غريبه جدا، واي حد يتفرج على الفيديو هيلاحظ الدكتور ايه ده؟ ده كبر الاي بول قوي، عملوا كده اوبلونج، يعني عامل زي قرع العسل، انا اسف بس يعني حاجه كده. ايه اللي حصل؟ اللايت ريز جايه كده عليه، وادي اللينس بتاعه. لو انت عندك لونج اي بول لازم اللايت ريز هتتجمع قبل الريتنا، وده غير طبيعي. بص على النورمال هنا، اللايت ريز اتجمعت قبل، اتجمعت قبل. فدكاتره الرمد قالوا هناك احتمال من اثنين، يا اما الاحتمال الاول لونج اي بول، انت اتولدت الاي بول بتاعتك زايده عن النورمال، هي في الطبيعي
المفروض ده الشكل العادي. طب لما تزيد عن الطبيعي تزيد قد ايه؟ 1 مليمتر. انا بلغت في الرسمه عشان اوضحها لك، زادت نسبيا. حلو، طب ايه الاحتمال التاني؟ ممكن تبقى الاي بول بتاعتك زي الطبيعي، مش اوبلونج، مش طويله قوي. امال ايه اللي حصل؟ قوه العدسه زادت جدا، قوه العدسه او قدرتها على الريفراكشن بقت عاليه قوي، لدرجه ان الفوكس بقى قبل الريتنا، اتجمعت الاشعه قبل مش على المكان اللي المفروض تقع فيه. يبقى سترونج ريفراكتيف باور. هنا بقى هنسال سؤال، وايه اللي خلى العدسه فيها ريفراكشن عالي؟ ارجع للفيديو اللي فات، سيريالي ماسل اوف ذا اي فيها نوعين من الفايبر عشان ما اطولش عليك. سيريالي ماسل لما تعمل كونتراكشن بتخلي اللينس حره الاستيك وتبقى سفيريكا، يبقى السيريالي ماسل كونتراكت. طب وايه اللي دخل سيريالي ماسل في الحوار؟ اصل السيريالي ماسل هي اللي ماسكه في اللينس. فاكرين اللينس متعلقه بسسبنسوري ليجامنت في سيريال بروسيس، والبروسيس يتكون من جزء من اجزاء من المصل ورسمناها قبل كده. يبقى السيريال مصل قالت لك انا السبب. ممكن يبقى فيه سبب تاني يخلي العدسه قويه قوي. تقول لك بص بقى، انا دلوقتي كعدسه حصل لي لينس ديس لوكيشن، ودي مهمه قوي. يعني ايه لينس ديسلوكيشن؟ اللينس اتزحزحت من مكانها، قد تكون مش هنا، قد تكون بقت قبل المكان ده زي ما عامل بالمرة، فاللايت ريس خبطت فيها بدري فانكسرت بدري فاتجمعت قبل الرنة. دي يا جماعه احتمالات، في احتمال الكورويد بس ده مش مهم. طيب دكتور بقى مايوبيا، عايزين نفهم ليه الاسم ده اتسمى كده. مايو المقصود بيها ماسل اللي هو الاكسترا اوكيولار ماسل اوف ذا اي، اوبيا المقصود بيها عين او نظر، اوبيا هو النظر. كانوا زمان فاكرين ان العين في العيان ده اكسترا اوكيولار ماسلز ضعيفه، قالوا هي اللي مش قادره تعمل كونتراكشن كويس، ولكن ليس هذا السبب الحقيقي. وفضل اسم المرض على الاسم التاريخي بتاعه. طب ايا كان تاريخي او لا، علاج العيان ده ايه؟ لازم في كل ايرور تبقى عارف السبب ونتكلم عن العلاج يبقى ايه؟ والعيان ده يجي يشتكي من ايه؟ عندي 3 كلمات في كل ايرور. انت قلت الكوز، طب انا عايز اسالك التريتمنت ايه؟ من غير ما تكون حافظ مشكلته ان اللينس دي كونفكس قوي، عامله اكوموديشن بزياده، يبقى بدل ما اركب له كونفكس لينس يبقى العكس، احط له عدسه كونكيف. الراجل ده مش عايز عدسه، او العدسه اللي في النضاره مش عايز اركب له نضاره كونفكس لينس. امال العدسه تبقى ايه؟ تفرق الاشعه. انت عايز اللايت ريز دي ايه؟ تتفرق. طب ليه يا دكتور تتفرق؟ عشان تيجي تقع على الريتنا، انا مش عايزها تتجمع ازيد من اللي هي عليه. قالوا خلاص يبقى العلاج، بصوا بقى على الشكل، هو ده كونكيف لينس اللي انا رسمته، ده تريتمنت لعيان المايوبيا، لازم كونكيف. انا عايز اللايت ريز تتفرق، مش عايزها تتجمع. طب دكتور كونكيف لينس قول لنا كلام نفهمه. هقول لك على حاجه، انا لابس نظاره، لو سالتني نظرك كام؟ هقول لك نظري -4 في العين اليمين -3 تقريبا في العين الشمال. كلمه ماينس اللي في النظاره بتاعتي معناها ان العدسه دي بتفرق اللايت ريز، يعني انا عندي مايوبيا، عايز عدسه تفرق. دايما واحنا طلبه كنا بنسال بعض نظرك كام؟ واحد يقول لي -4،
هتقول لي زائد كذا وزائد دي هنجيبها يبقى دي كونكيفرنس. طب ناقص حاجه بقى، الراجل ده مشكلته في النير بوينت ولا الفار بوينت ولا مشكلته في الاثنين؟ مشكلته في الاثنين. انا النير بوينت بتاعي اقل من الطبيعي والفار بوينت بتاعتي اقل من النور، يبقى مريض الميوبيا مشكلته في النير بوينت اللي هي 10 سنتي، لا ما اشوفش حاجه على بعد 10 لازم تقرب، والفار بوينت بتاعتي كمان فيها مشكله. فيجي العيان يقول لك يا دكتور انا الحاجه القريبه ما بشوفهاش بوضوح، يا ابني بلبس نظاره لازم تتقرب مني كمان وكمان، لازم تقرب. اما الفار بوينت لا برضو عندي فيها مشكله، يعني انا ضايع في الاثنين. بصوا بقى نيجي للمرض الثاني اللي كلنا عارفينه باللغه العاميه، طول النظر. انت كده اتكلمت على قصر النظر. طول النظر بقى اسمه هايبر متروبيا. اوبيا قلنا يعني عين، ومتر او ميتر معناها مقياس، هايبر زياده يعني انا عندي طول في النظر. طول في النظر معناها الجمله دي معناها ايه؟ النير بوينت بتاعت العيان ده فار ذا نورمال، يعني الحاجه اللي المفروض الطبيعي يشوفها على بعد 10 سنتي مدى النير، اللي عنده طول نظر لازم تبعدها قوي عشان يقدر انه يشوفها. طبعا قبل ما اجي ارسم انا متوقع هتقولوا لي ايه؟ دكتور اكيد دي عكس دي، طبعا دي لونج اي بول، تتوقع الثانيه ايه بقى؟ شورت اي بول. انا هخلي لك الشورت تبقى شورت جدا اهي، ده انا حاجه اصغر لك الاي بول بدرجه غير عاديه. تيجي اللايت ريز هتخبط كده هتتجمع فين بقى؟ ورا الرجل. بصوا على الفوكس هنا، هنا ورا وهنا كان قدام، اتجمعت ورا يبقى اعكس شورت اي بول. او العيب في مين؟ في اللينس نفسها، ممكن اللينس الريفراكتف باور بتاعتها مش كويسه. العيب في الاثنين. طب ايه علاج هذا العيان؟ العكس، مشكلته ان الاشعه اتجمعت ورا الريتنا، يبقى هو عايز عدسه تعمل ايه دلوقتي؟ تجمع الاشعه. انا مش عايز عدسه تفرق، لو انا حطيت له فرضا هنا باي كونكيف يبقى الاشعه بقت ايه؟ مور ديستريبيوتد، هتبعد اكتر واكتر. لا، امال ايه علاجه العيان ده؟ كونفكس لينس. هقول له انت مشكلتك ما عندكش اكوموديشن، انا هصلح لك القصه. طب ما دام كونفكس وعدسه تجمع يبقى اذا العدسه دي تبقى بايه؟ بالبوزيتيف اللي بيجمع لايت ريز، هتقول قوه العدسه بالزائد. واتفقنا في اول فيديو زمان قوه العدسه بتتقاس بالدايوبتر، يبقى زائد كام دايوبتر؟ 3 4 ايا كان، يبقى حسب المشكله. يبقى كده عندنا ميوبيا، عندنا هايبر ميتروبيا. هاجي امسح نوسع لنفسنا ونكمل. بقى لنا مرضين، مرض هنتكلم فيه شويه ومرض تاني سريع. هتكلم على المرض اللي برضه الناس في الشارع عارفينه، استيجماتيزم. الشعب بتاعنا بقى بيتكلم طب كده، يقول لك انا عندي استيجماتيزم، واستيجماتيزم كام؟ والدكتور قال لي كام؟ بما ان احنا نشرح لطلبه سنه ثانيه لازم الاول نقول وات از مينت باي ستيجما. ستيجما كلمه لاتيني معناها نقطه، واسم يعني مرض، وآه يعني مفيش. يعني ايه مرض مفيش نقطه؟ يعني معناها العيان ده ما عندوش فوكس واحد، الاشعه ما بتتجمعش على نقطه واحده. طيب العيان ده قبل ما تيجي تتكلم عنه يجي لي في العياده يشتكي لي من ايه؟ يشتكي بشكوى غريبه،
عمره ما يقول لك الحاجة القريبة والحاجة البعيدة، لا، يجي يقول لك يا دكتور أنا شايف الخطوط الأفقية حلو، يعني أي حاجة أفقية هوريزونتال أنا شايفها، أي حاجة رأسية بطول أنا مش شايفها، فتعالوا نرسم، آدي الهوريزونتال لاينز، أنا هخلي الهوريزونتال لاينز بالأسود، دي سليمة أنا شايفها كويس، وهخلي الخطوط الرأسية بالأحمر. الفيرتيكال بايس، فالمحور الرأسي عنده بايس والأفقي سليم، يبقى أنت بالتالي عندك جزء متشاف وخطوط بالطول ما بتتشافش. يا ترى علاج العيان ده إيه؟ علاجه إن أنت تركب له عدسة أسطوانية. العدسة الأسطوانية أعملها باللون الأزرق عشان تبقى الدنيا باينه، اهي ادي العدسه اللي انا هركبها له، اسمها سيلندريكال لينز. العدسه دي لو تبصوا حطيتها ازاي انا كدكتور رمضان؟ حطيتها مع الهوريزونتال، يعني ما حطيتهاش عمودي على الهوريزونتال اكسس. طب ليه حطيتها مع الافق السليم؟ ارجع لقلته، لما تيجي اللايت ريز هتيجي تخبط بتقابل الهوريزونتال السليم، فما بتعملوش انكسار. اتفقنا كل ما يبقى اللاين افقي اللايت ريز تعدي كده وما بتعملوش ريفراكشن. طب انت ليه مش عايز تعمل ريفراكشن للمحور الافقي؟ لانه اصلا سليم. امال انت حاطط العدسه دي بيربنديكولار او عموديه على انهي اكسس؟ على الفيرتيكال البايس. تيجي اللايت ريز مثلا كده، بدل ما تقابل اللايت ريز الفيرتيكال اكسس البايس، تقابل السيلندريكال لينس لما حاطط القلم عندها كبديل عنه، وبالتالي انا لغيت الفيرتيكال اكسس. فكره البارل لايت ريز، لا مش هتقابل ده، مش هتقابل، وهو بالتالي كل ما بتيجي بتقابله هو ما بيشوفش، انا هحط عدسه بديله. طب اشمعنى سيلندريكال لينس؟ ليه مش كونكيف ولا كونفكس زي الميوبيا والهايبرمتروبيا؟ ليه مش سيلندريكال؟ هي العدسه الوحيده اللي تقدر انها تعدل اكسس واحد وتسيب الاكسس الثاني سليم. دي العدسه الوحيده. دايما تلاقوا ناس لابسين نظاره زي قعر كوبايه او حاجات غريبه، بتلاقي العدسه اللي جوه النظاره دي سيلندريكال لينز. طبعا كتاب الاسم او ورق الدرس حط تفاصيل مش على طلبه سنه ثانيه. قال في التفاصيل ايه؟ الاستجماتيزم ممكن تبقى سيمبل او كومباوند او ميكسد. قرايه الكلام ده هتعرفه بتفاصيل ممله في الرمد في سنه رابعه. احنا دورنا نعرفك في فكره الاوبتكس بيزكس بسيطه جدا. طيب كده انا عرفت ثلاثه ايرورز عندنا، وقالوا في ريجولار وإير ريجولار وكيراتو كونس، يعني الكلام ده كله او النص صفحه دي قراءه سريعه. نيجي بقى لرقم اربعه. لما نيجي نعجز كلنا بيجي لنا مرض اسمه بريس بايوبيا، وده مرض مهم جدا. بريس بايوبيا، كلمة بريس باللاتيني معناها اولد ايج، وأوبيا معناها نظر، وباي معناها في مشكلة في اللينس. يعني ايه بقى؟ كل ما بنيجي نكبر النير بوينت بتاعتنا بتبعد. يا جماعه اللينس عشان تعمل اكوموديشن لازم تبقى الاستيك قوي، الاستيستي فيه عالي. انا في اول فيديو قلت اللينس لو سبتها براحتها تتكور. بتتكور بايه؟ بمرونتها.